لقصص القرآن الكريم غايته، فهو لم يأتي لتزجية فراغ أو لمشاكلة العرب في جاهليتهم، وكذا اليهود والنصارى، فيما كان لكل من قصص وأحداث غابرة ترنو إليها الأسماع، صحيحها وسقيمها، حقها وباطلها، بل كانت استجابة الحق سبحانه وتعالى لرغبة الفئة المؤمنة بأن يكون لها قصصها الحق المتميز عن سواه. يروي لنا القرآن الكريم قصة قارون، وهو من قوم نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن الكريم لا يحدد زمن القصة ولا مكانها. فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى؟ أم وقعت في بني إسرائيل من بعد موسى؟ يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن كنوز قارون فيقول سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فإن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتيحه كان يثقل حملها على الفئام من الرجال الشداد وقد قيل إنها كانت من الجلود وإنها كانت تحمل على 60 بغلة ولو عرفنا عن مفاتيح الكنوز هذه الحال فكيف كانت الكنوز ذاتها؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان قارون ابن عم نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وكذا قال قتادة ومالك بن دينار وابن جريج وزاد فقال هو قارون بن يصهر ابن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث قال ابن جريج وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عم موسى ورد قول ابن إسحاق إنه كان عم موسى قال قتادة وكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله لم تتعرض السورة الكريمة لصور البغي ولم تذكر فيما كان البغي لتدعه مجهولا ليشمل شتى الصور فربما كان البغي بظلمه قومه وغصبهم أرضهم وأشياءهم كما صنع طغاة المال في كثير من الأحيان وربما بغى عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال حق الفقراء في أموال الأغنياء كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى شيء منه فتفسد القلوب وتفسد الحياة وربما بغى عليهم بانتقاص حقهم أو تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال لقاء أجر زهيد لا يستطيعون معه مواجهة تكاليف الحياة ولعل تجهيل صور البغي بالمال هنا يفتح الطريق أمام كل صور البغي الضعفاء للبغي في العصر الحديث وحتى قيام الساعة سواء من قبل الأغنياء أمثال قارون أو من قبل الحكومات التي تستنزف طاقات وثروات الضعفاء
ليزدادوا فقرا وضعفا، ويبدو أن العقلاء من قومه نصحوه بالقصد والاعتدال، وهو المنهج السليم، فهم يحذرونه من الفرح الذي يؤدي بصاحبه إلى نسيان من هو المنعم بهذا المال، وينصحونه بالتمتع بالمال في الدنيا من غير أن ينسى الآخرة، فعليه أن يعمل لآخرته بهذا المال، ويذكرونه بأن هذا المال هبة من الله وإحسان، فعليه أن يحسن ويتصدق من هذا المال حتى يرد الإحسان بالإحسان، ويحذرونه من الفساد في الأرض بالبغي والظلم والحسد والبغضاء وإنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عما يجب أن يكون فيه، فالله لا يحب المفسدين. فكان رد قارون جملة واحدة تحمل شتى معاني الفساد، قال: إنما أوتيته على علم عندي، لقد أنساه غروره مصدر هذه النعمة وحكمتها، وفتنه المال وأعماه الثراء، فلم يستمع قارون لنداء قومه ولم يشعر بنعمة ربه. وخرج قارون ذات يوم على قومه بكامل زينته، فطارت قلوب بعض القوم وتمنوا أن لديهم مثل ما أوتي قارون، وأحسوا أنه في نعمة كبيرة. فرد عليهم من سمعهم من أهل العلم والإيمان: ويلكم أيها المخدوعون، احذروا الفتنة واتقوا الله، واعلموا أن ثواب الله خير من هذه الزينة، وما عند الله خير مما عند قارون. وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى، تتدخل القدرة الإلهية لتضع حدا للفتنة، وترحم الناس الضعاف من إغرائها، وتحطم الغرور والكبرياء، فيجيء العقاب حاسما. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا في لمحة خاطفة ابتلعته الأرض وابتلعت داره، وذهب ضعيفا عاجزا، لا ينصره أحد ولا ينتصر بجاه أو مال. وبدأ الناس يتحدثون إلى بعضهم البعض في دهشة وعجب واعتبار، فقال الذين كانوا يتمنون أن لو كان عندهم مال قارون وسلطانه وزينته وحظه في الدنيا: حقا، إن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم أو يقبض ذلك، فالحمد لله أمن علينا فحفظنا من الخسف والعذاب الأليم. إنا تبنا إليك سبحانك، فلك الحمد في الأولى والآخرة. وكان سبب معجزة المولى وعطيته الخاصة لقارون يعود إلى طلب قارون نفسه من سيدنا موسى عليه السلام أن يدعو له بأن يرزقه مالا وفيرا، فمن الله عليه بهذه النعمة التي جحدها بعد ذلك. وقصة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر، لقوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فإن الدار ظاهرة في البنيان. وقد تكون بعد ذلك في التية. أما عن قصر قارون، الموقع الأثري في مصر، فهو عبارة عن معبد في مدينة أثرية يقع بالقرب من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم. ومن المعروف أن معبد قصر قارون هو معبد من العصر اليوناني، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم. كما يذكر في المصادر الأثرية، هو معبد من العصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة الإله سوبك وديونيسيوس إله الخمر والحب عند الرومان. ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فأطلق عليها في البداية بحيرة القرون، وحرفت بعد ذلك إلى بحيرة قارون. مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل البقية الباقية من بحيرة موريس في التاريخ الفرعوني، وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها أقل من 100 حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.